إرهاق الصيام وشدة حرارة شمس الصيف الحارقة وانتظار وترقب أمام مقرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي دخل أعوانه في إضراب لمدة يومين، كلها عوامل أثارت غضب وسخط المواطنين. من الأربعة متاع الصباح قمنا من الصباح من جابس جايين لو التالي فينا يا 55 من الناس صار 54 دينار ركوب الصباح براس والديك موجودنا نقول مسكر كيف هجكتو شيء اثر ياثر يا ولدي تي احنا باش نموتوا بالشر وزيد الاضراب هنا وهنا هلكوها تونسيه شنو المغزى نتاعو هالاضراب حتى من البارح حتى انسان مع البال وحتى بشيء الاضراب هذا علاش هم مضربين قبل حبوا الزياده ولا شنو علاش مضربين إضراب كان مفاجئا بالنسبة للمواطنين إلا أن أعوان الصندوق الوطني أرادوا أن يبرروا موقفهم ويفسروا للرأي العام سبب إضرابهم خاصة بعد عدم التواصل لحلول مع صلة الإشراف. طبعا هو الإضراب هذا كان ليه فترة معناتها الإدارة في بالها به ما هوش جديد والنقابة معناتها قامت بعدة جلسات تفاوضية احنا عندنا حقوق نطلبوا فيها صرنا برشا وما لبوهنش وطلبنا وتناقشنا وعملنا وما حبوش ثم بعض المطالب اللي هي ترجع ما قبل الثوره يعني ما هيش معناتها فهمت ولكن طول المده على تم طرح المطالب هذه على عده مستويات وفي كل مره يعني نلقاو وان إجابة الإدارة سوف يقع إحالة يعني المطلب هذا على الدراسة ورئاسة الحكومة وهكذا معناته بحيث هالتسويف هذا هو اللي أدى بحقيقة الأمر معناته باتخاذ القرار اللي احنا رواه ما ثماش معناته حل آخر. احنا ثلاث صناديق كيف بعضنا ونخدموا كيف بعضنا وفي الرتريت ما ناخذوش الرتريت كيف وحيد ياخذوا اكثر واحنا تقعد مجمده شهريتنا وهما يتزيد لهم. بالنسبه لمصلحه المواطن راهي محفوظه مفروغ معناتها صحيح اليوم نهار 15 اخر اجل في الواحد لكن جات العاده وقت اللي نهار 15 يتيح في يوم عطله واليوم اضراب راهي الاداره بطبيعه الحال مش تعوضوا في اليوم هذاك مش يقع تعويضه في اول نهار تاخذ ما بعد التعطيل العمليه هذه. بينما ترقت المطلبيه وسندان المعاملات البيروقراطيه يبقى المواطن تائها ينتظر من يرفق بحاله خاصة بعد سنتين من الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات التي قسمت ظهر عجلته الاقتصادية وخرمت جيوب المجموعة الوطنية.